حقوق الآدم هو حي قيب كتاي دغنك سوماريلان وامورتا يقول سابسان تاي فالدين ورقو وانا قلنكي حسين آدم يوسف حسين كردي حقا واحا لغو قيحا وحي كردي سان عدالات حق صوري مباديد أخلاق دا مركا لغا هلا يوشري عادة إسلامكو حقا واحا كلمة المامي سيبي وانا ميد كميدا مقعيدي ساوغو قروح دا بدان مركا لفلانقي يو حليل كا إسلامكو لليهي فكرة دا حقوق الإسان وان آن اوغانو ان لغو شاقي قرآن كا كريم كا يوصنها النبي جيني محمد نحريسي نبدقل يبو كركي ساعتي عقيدة دا إسلامكو وحاي كردي سنتهاي مبدأ من نمان بني آدم كا الله مرو قاب وضا النولاشو وحوضا قيب سيياس رحقال عدو البناء لغو احترامو دغن كيدا يضو حد با إسلامكو على مدية إلى لنت حقوق النولاشا يشاي كستو إلى هيا بوري أيا دغن كو مد السومال لان وحاو مركو هربا كردي سنيهاي داريالك حقوق دا آدمها ندام كان الدولة النمانة وحا قيبكا هايدا قابلسان حقوق دا آدمها شرعي سبتي دي وكو بيقنية طبانكا بيشة ديسمبر لبدا كل لبيا لاباتانكو وحا قودة هنبا عالمكا لقحصي حسكا مالينتا حقوق دا آدمها تاس او وضا وليبا اسوا قاسمي قاب وافقسان قيم كددويني هيسا هلايسكا يسو ماليلان قو حسيسي مالينتا عالميكا حقوق دا آدمه وحا اوها حرية دي عدالة لوسمي هاي يضعنا مناسبة ضبطاً أو لغو حسية لغو قبطاك وبلاد الدالكا موادنك سومالنا وحلوغ باهاية هيرو الاليو حقوق داي عدوى لباكو ليضحي يضعنا لغو كومناني نين حقوق دادكو كليا لكن اي حيوانا داك لدوان اي حتا عيد يدقى حانتو بي نغو ليين حقوق بوحده لغو باهاية هاي ان لدريغلو إن كستو حد بشعبك سومالنا سو فهميو اهمية داي ليضحي حقوق دادمو haddana waxa la mahuraana in daryeelka xuquuqda aadamaha lagu haasteeyo dhaqankeena qaybna ay ka noqoto manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo dhexe ee wadankeena si ay wax uga tarto sidii ubadka loogu barbaarin lahaa ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee aadamaha intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi waxaana halka dhigay kala socodsiinaya anigu astaayb Cabdi Goole